السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين عالم فتافيت. معاكم هبة، والنهاردة يوم جديد وتحدي جديد. والتحدي الأسبوع ده عن القهوة، بس مش أي قهوة، قهوة الروقان مش الفوقان، وأكيد في فرق بين الاتنين. طبعا مدام تحدي هسيب لكم اللينكات بتاعة أصحابي في صندوق الوصف، أتمنى من كل قلبي تدخلوا وتتفرجوا عليهم وتشوفوا أفكارهم الرائعة لتقديم القهوة اللي أكيد هتعجبكم إن شاء الله. اما بخصوص طريقتي في تقديم قهوه الروقان، ده اللي هتشوفوه اكيد معايا دلوقتي. بس قبل ما نشوف، اتمنى من كل قلبي اللي مش مشترك في القناه يعمل سبسكرايب ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. طبعا الشكوى، يا مني